انا في الانتخابات ما انتخبتش الاول الاولى خاطر مانيش عارف شكون انتخب ما نعرفش فجاه طلعوا الاحزاب. لا لا لا, لا, لا مش نقول لك علاش ما انتخبتش، كي عرفت طول الاحزاب شكون خدم ونتابع شكون ما خدمش، وحتى ثم احزاب اخرين يعطلوا في احزاب ما تخدمش وفيق معناها شعب المواطن التونسي ذكي يفهم. اي بعد بدي في الانتخابات الصحيحه اللي هي الانتخابات تاع 5 سنين هذيك اللي انتخبتها ونعرف شكون انتخب، ما نقولش شكون انتخب وما نقولكش انا تبع متفائل ان شاء الله كل خير، متفائل ربي سهل ان شاء الله، فهمت، متفائل خير لتونس وباذن الله نتمنى الناس الكل نحاولوا نفهموا بعضنا نعديوا لبعضنا نعديوا لبعضنا، اهم حاجه نقولوا نعديوا لبعضنا وان شاء الله تونسنا بخير يا ربي وماذا بينا كل واحد معناها يتلاه بخدمته. طب بالحق ما نهضوا بالبلاد كان كل واحد اللي بخدمته يعني ما بالحق ما نمثلوش بعضنا نحيوا اللي مع بعضنا باذن الله تونس تولي تهبل ومحلاها وان شاء الله تونس يا ربي للامام وتونس دي معروسه ومعناها في شبتها في الحصاد بقدره ناجحين باذن الله ثورتنا ناجحه وعاشت تونس وعاشت قناه تونسنا.